انا عارفك دابا تشكي ومرتاح، دابا ركز معايا وخليك متشكي هكاك في بلاصتك. كمان فاش تعرف راسك كمغربي راك سايق طوموبيله ماشي شي حاجه، ملي كنسولك شكون طوموبيله كنسوق اش غتقول لي؟ يقول لي كنسوق كليو، كنسوق ميغان، كنسوق دوستر، كنسوق اش ياريس، كنسوق كورولا، كنسوق. ما كتقولش لي لا مارك ديال لا فواتور، انا تعرف راسك بانه انت راكب الطوموبيله الغلط بالنسبه ليك انت. دابا تخيل معايا مشينا سولنا شي واحد اللي كيسوق الاستون مارتين، ما يقولكش انا كنسوق دي بي 9 ولا فانكويش. الا سولتي شنو كتسوق غادي يقول لك كنسوق الاستون مارتين، كنسوق بنتلي. واش فهمتيني؟ ركز معايا، راه كنسوق بنتلي. دابا المشكل اللي كان عند طويوطا حتى هما انهم كانوا كيصلاو الطوموبيلات ديالهم في اليابان، كانوا تيصدروهم فين؟ الامريكان. تبان واحد بالشخص امريكي باقي كيشوفها طويوطا، راها هي طويوطا يعني اللي كتمثل المصداقيه وكتمثل الجوده الصح والعمل، ولكن ما كتخليش لي نفس الانطباع ديال الفخامه. واحد النهار اسيدي قرروا انهم يديروا واحد النقاش على علاش كاين هذا المشكل هذا وكيفاش يحلوا هذا المشكل هذا. مشي بلاصه جاهم واحد الصوت هكا قال لهم المشكل راه ماشي في الثمن ديال السياره، المشكل راه كاين في تويوتا. اذا خاصهم شي ماركه اللي ترتبط للذهن الامريكي وتكون امريكانيه وتكون اش شي حاجه ديال الفخامه. قالوا شنو خصنا نسميوها؟ خصنا نسمي واحد المنتوج فخام فين كنصدروه، كنصدروه الامريكان. اذا لاكجري اكسبورت تو دو يو اس، ومن تما جات كلمه ديال ليكزس، راها ليكزس. فهمتيني؟ واش انت فهمتيني؟